للصمود عملناها. هلا احنا بنشتغل على الـ على الافتر افكت من برا. للي ما بعرف الافتر افكت اذا الاليمنت حطيت له كاميرا انت عن طريق الكاميرا بتصير يتحرك. للي ما بعرف هلا الشيء الحلو الثاني يعني وجدت أن مثلاً على الجروب 1 وعملت كريهات مع ابن نواف. أيوة نعم. لو أنا جيت هنا عملت كريهات جروب 0 باجي بعمل هيك. أوكي هلا هون إيش صفة صفة أنا بتحرك بالموديل مش بالكاميرا. نعم صح. أنا بتحرك في النول. أنت أزيحه أحطه أعمل له روتيشن حتى سكيل كل شيء. يعني هذا الكنترول بريحك من كنترول الكاميرا في بعض الأحيان. حتى تقدر بالنول تحطه وين ما كان وين ما بدك على الرأس على الرجل كله أسد. البفت معي. اوكي نيجي هلا هون قبل ما اعمل اي شيء خلينا نعمل لايت لايت الاليمنت 3 دي علشان تاخذ جو الشمس اللي بدك تعمله دائما خليه هذا وخلي الضوء تبعك على ابيض وشوي دائماً شغل على حسب الدايركشن اللي بدي اشتغل عليه. طبعا هذا مش شادو ولا الامبيانت كلوجر هذا الديفولت تكستشرز. علشان افعل باقي الاشياء بنزل تحت بنزل على الريندر بروح على الشادو في عندي زي اللي هو كيف المايه في عندك الريت ريس وفي عندك العادي السموث. ايوه هذا بالحاله هاي انا بعمل انيبل هاي اخر هو شادو بس انا هذا الشادو ما بتعامل معه بروح عليه بحكي له ريتريس. هلا صار عندي انا الشادو ريتريس. لو رحت على اللايت هنا وبلشت احرك ثواني بس شوفوا لاحظ الشادو نعم ريتريس لاحظ الشادو عندك ريتريس. ايوه وهذه من يعني الاشياء الرائعه بالاخر فيرجن 2.2. طيب نكمل نيجي على في عندنا هسه اللي هو الامبيانت اكلوجن. حتى الامبيانت اكلوجن برضه حط فيه الريتريس يعني هاي الامبيانت اكلوجن حط وفي كمان ريتريس. شوف كيف صار دارك تقدر تخفف منه بالطريقه اللي انت شايفها. في شغله حلوه هون كمان عشان انت لما الانفايرمنت فوق يجي هون الطريقه اللي انت بدك اياها تقدر تعمل له دنسيتي قد ما بدك بتخفف. قبل ما انزل على الموشن بلير والبلو وهي الاشياء خلينا نطلع لفوق. في عندك هون فيزيكال انفايرمنت اوكي هذا هو الجاما تبعتها 1. ليش الجاما تبعتها 1؟ لانه اذا انا بدي احط 2.2 في عندي هنا تحت في عندي ليش تسوي 2.2؟ هي جايك في الكلام. في عندي هنا اللي هي الجاما العاديه وفي عندي الجاما تكتشرز. اذا حطيت طلعت على الانفايرمنت وحطيت هذه 2.2 راح يصير في عندي دبل جاما.
راح يصير في عندي دبل جاما. فانا يفضل بما اني انا هون عندي الجاما تكشرز والجاما العاديه 2.2 احافظ على هذه تضلها زي اللينير عشان يظن انا ما اخذ رياليتي. طبعا ابو نواف تقدر من هون بالانفايرمنت تقدر تعملها شو الانفايرمنت تقدر تعملها روتيشن تقدر تعمل دمج بالاضاءه علشان تعرف الامبيانت اوكلوجن عفوا الجي اي جلوبال اليمينيشن. هلا مثلا انت بتيجي بتحكي لي اشرف هاي مثلا المنطقه من تحت دارك عرفت كيف؟ انا بقدر احط لها لايت واضويها لكن في كمان طريقه كثير حلوه عاملينها اللي هي اللي انا بقدر اجي على اللايت شايف اللايت ابو هو نعم اذا جيت على اللايت وحطيته على سبيل المثال السينما لاحظ شو اللي صار عندي هذا غير اللايت اللي انا حاطه هذا شيء ثاني وين هذه ما شفناها وين اللايت اوكي هاي اللايت اوكي اوكي اذا نزلت راح تلاقي عندك اوبشن هو كان محطوط نن اذا انت مثلا اجى عندك مشهد حسيت انك ما بدك تضيف اضاءه كثير بس ما بدك كمان يكون في دارك ايوه فهذول مثل الجي اي باجي مثلا بحطه دراماتيك على سبيل المثال شايف ضوء ايوه مش بس هيك انا كمان بقدر انزل لتحت لايت اديشن بقدر ازيد الاديشن فيه وبقدر انزله وبقدر اعمل له روتيشن يعني مثلا انا بدي المنطقه اللي فيها الضوء من تحت بقدر اعمل روتيشن عرفت شوف ابو نور كيف بتحرك اللايت لاحظ ايوه في اي مكان انا طبعا حتى الانفايرمنت كمان تقدر تتحكم فيها بنفس هاي الطريقه. نيجي على شيء كثير مهم اللي هو لما تعمل انيميشن بيطلع عندك اللي هو السامبل عرفت؟ بيطلع عندك تكسير علشان السامبل اول شيء راح اجي هنا على الاف اكس اي اس سموث راح احطه 2 بعدين راح انزل على شايفها السامبلينج ابو نواف وينها وين ابو نواف معك وينها هي انا عم بشتغل عليها سامبلينج اول شغله بدي اعملها لما بحط هذه تو بدي انزل هون على كومبريس تكستشر اشيلها ما بدي اعمل قائمة بعدين باجي هنا على السوبر سامبلينج انا بدي اياه كثير يكون ناعم وما بدي يعمل لي لما عندي تكسير في الموضوع بروح بحط لاحظ طبعا هذه على السوبر سامبلينج مهما يتحرك الان ما راح تلاقي التكسير موجود على الشخصيه لا يمكن انت حاطها سوبر سامبلينج الان لا يمكن الشخصية تتكسر في الانيميشن راح اثبت لك هلا كلامي بالانيميشن اوكي هلا في عندك يعني اوبشن اخير حلو بتقدر اذا بدك تزيد الديفيوز تنقص الديفيوز السبيكولار تزيد الامبيانت اكلوجن تنقص الامبيانت اكلوجن الريفلكشن الاس اس اس تقدر تزيده الشادو تقدر تزيده وتخففه شايف ايوه لاحظت هلا اذا بتتذكر احنا حكينا شوي على الاحمر اللي بوجهه اللي الداخل هذا اللي من الداخل شوف شو نقدر نعمل شيء حلو في اللي هو جلو بتفعله مع الالومينيشن اوكي اذا فعلته طلع لاحظ الاحمر اللي برقبته يا ابو نواف اذا طفيت لاحظ اذا طفيت اذا شغلت اوكي يعني بتقدر تزيد عليها الجلو بضوي هلا في اللقطة اللي حكينا عنه انا اطلع ابو نواف لما اشتغلت على اساس يطلع معي اس سلوج ملاحظ انت هذا الشيء الوانه فاهيه
ايوه كله بالضبط. فايت. انا متعمد اشتغلت على الطريقه هذه علشان لما انا اجي اشتغل على اللطس اخذ اللي بدي اياه. نجرب؟ اي أيوة والله يا ريت. يلا حبيبي سامحوني طولت عليكم. لا بالعكس بالعكس، دروس مفيده بصراحه. شيء بسيط قبل اللط، باجي بعمل هنا على نفس الشخصيه، بنزل كلر، بنزل كونتراست، يوز ليجاسي، مو كتير شوي، كركت كلر كركشن كيرفز، شيء بسيط بس اخذ الهايلايت، واخر شيء اللي هو الاكسبوجر. اكسبوجر ارجع للاكسبوجر، بحاول اعطي لون وبنفس الوقت بحاول يعني ما اخلي الالوان كثير بارزه علشان اللط يشتغل معاي صح. هلا لو جينا عملنا لاير، عملنا نيو ادجستمنت لاير، حطينا فوق، رحنا على افكت، رحنا على البلوك، اوكي. هلا لما تفتح دائما بالاليمنت على اللوك حيطلع عندك هذا الشيء، شايفه بنور؟ ايوه شايفه؟ راح يطلع عندك هذا الشيء، كيف تخلص منه هذا الشيء؟ يعني هي ولكن على اجي هون بلاك سوليد وبحطه تحت وهو برجع لهون و هلو. هلو. اوكي. لا اسال، لا عندك انت هون، احنا دخلنا لموضوع اللوك الجديد، اللوك الجديد بيشتغل على الانجريدينتس، عرفت كيف؟ ايوه. ما بيشت يعني كل شغله على اللوك الجديد، لاحظ؟ ايوه لاحظ؟ انت بس ما تكبس، بس حط الماوس هو لحاله بيختار لك. أيوة. لاحظ؟ طبعا اشكال ويعني اشياء. هذول يصيرون على السبيد جريد؟ لا ما جربت والله، لانه هذا بلجن ما اي ما له علاقه، هذا كان قصدي بلجنز، بلجنز منفصل بحال ذاته يعني. طبعا الخيارات لا تتخيل ابو نواف، كثيرة. أنا في شغلة حاب يمكن تكون تعطي الصورة، أحس بأنه أنا عم بتفرج. أنت تعرف إحنا الـ 3D ما يعني ما بنكشف عليه من إنه من عيوننا، إحنا بنقارن بـ TV as a TV يعني RGB. صح. فأنا كيف أنا ممكن أوصل لنتيجة قريبة هيك، أحسس الناس فعلا إنه والله يعني لما بنحط بارض واقعيه كيف ممكن اخذ هذا الاحساس يعني، عرفت كيف؟ نعم. انا بدي اختار اي شيء يعني ما مهم، ما بدي اعمل عليه، اختار اي شيء يعني ما موضوعنا الكالورينج هلا، على نقطه طبعا بدو تخفيف من برا مو مشكله. طلع ابو نواف شو باجي هلا شغل باللوت، في عندي سبجكت وفي عندي مات وفي عندي لينس وعندي كاميرا، اوكي. اها الافكت اللي انا بدي استخدمه، الافكت اللي انا بدي استخدمه من اللينس، معناته لو انا جيت هون وجيت على اللينس راح يجي عندي شيء اسمه كروماتيك، شايفه الكروماتيك؟ شايفه ابو نواف؟ هلا ايوه معك
اوكي شايف الكروماتيك هذا؟ بمسكه وبحطه باللينس، ما بحطه في الكاميرا ولا بحطه في الماك، بحطه في اللينس. لو جيت هلا هنا ثواني، اوكي لو جيت انا هنا ايوه شوف ابو، راح ادخل لاحظ شو بصير على الصوره، عم بطلع ال ار جي بي من الصوره. لاحظ لاحظ، انا بدي ازيد، انا بدي ازيد عشان تشوف. والله لاحظت هذه دائما الكاميرات لازم تكون فيهم، يعني مهما كانت واضحه. لاحظ بتلاقي شوي بالايدجز طالع شوي الار جي بي، وهذا بتشوفه دائما بعينك يعني باي كاميرا، عرفت؟ بالذات بالفيديو، بالذات بالفيديو. انا بعطيك كثير رياليتي وبساعد. يعني يصير في لو جينا هلا شويه بالار جي بي، ما بالضبط 100%. اي نعم صح بالضبط. ولما بتيجي بتحطه بالفيديو وتعمل حركه، طلع انت على نفس الفيديو بتشوف في بعض الايدجز، بتلاقي فيه انه موجود هذا الار جي بي طالع. فاذا انت وحدت الموديل تبعك مع الزوايا هاي اللي طالع منها الايدجز، ببين ماتشنج معك صحيح 100%. على كل الاحوال يا صديقي، نجي للفقره الاخيره. لو احنا عملنا بلاي راح يشتغل معنا بكل بساطه. طبعا هاي انت هلا راح تشوف انه بتحرك حلو وكذا، ولكن ما بتحس انه في دايناميك بالحركه، يعني ما مش سموث الحركه، عرفت؟ خلي يكمل حركته. خلي يكمل، مو مشكله. طبعا هذه كثير مهمه الشغله اللي صارت هلا ابو نواف. لاحظ كيف الحركه مو صحيحه. اشوف مره ثانيه هلا بورجيك. لاحظ الحركة. تحس الحصان عم بتحرك، شايف عم بيطلع وبينزل، عم بيطلع وبينزل. لا 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 لاحظ عم بيطلع وبينزل. طبعا هذا الشيء بسيط، حله بسيط، ما فيها شيء تراك. لاحظ. لا هو كل الفكرة، ليش دائما انا بحكي لك لما تنزل الموديل انيميشن نزله فروم موديل، لا تخليه بالسنتر. السنتر شوي راح يضيع الالمنت، فدائما بخليه فروم موديل. بخلي الموديل تبعي موديل سنتر، بخليه فروم موديل. اوكي بنزل شوي من هنا. طبعا الاشي هلا اللي بدي اورجيك اياه كيف نحط الموشن بلير على الشخصية. لاحظ هلا هاي الشخصية. هلا بدي اجي هنا، انا عندي شط 1 بدي بحطه هنا. بدي على السريع افكت تايم فيكس الموشن بلير. اوكي هلا لو انا حركت، ايوه ممكن في بعض الاحيان ممكن يصير في عندك تكسير. اذا صار في عندك تكسير بالشخصيه، ارفع بس السامبل شتر، الشتر سامبل ارفعه 13 15 بصير عندك فيري كلين. واي شيء ثاني ابو نواف عيوني لك. مشكور لو سمحت افتح كاميرا التايمر عشان اشوف. مو سامعك يا سالم. قلت لك لو سمحت تفتح كلمة التايم حق الفلتر اشوف. والله صوتك بيقطع يا سامي حبيبي، مش سامعك والله. طيب لحظة.
إذا سامع أبو نواف، إذا سامع سامي وصل لي بس. لا مو سامع، حتى أنا مو سامع هذا. والحين سامعوني؟ أوكي. قلت لك تفتح قائمة الفلتر تايم أشوف. الفلتر تايم؟ شنو الفلتر تايم؟ من الأفكت قائمة التايم. ايه بالافكت اللي طلعت منها البلور، اللي طلعت الموشن بلور. ايوه موشن بلور سامي. موشن بلور التايم. لا افتحها من وين القائمه؟ من قائمه وين بالافكت؟ وين وين موجوده؟ ايوه تنزل على التايم. من التايم صديقي في عندك بيكسل موشن بلور. ايوه خليني ابي اشوفها. شوف عندك سي سي فورس موشن بلور، هذا يعني لو تجربه اظن بيعطيك خيار افضل يعني. والله شوف سامي هذا اسرع، هذا اسرع. هيا نجربه يا صديقي مع بعضها. طيب موشن. وهذا يا ابو نواف لك على كلمة فريم، عفوا انا ناسي اسمه. ايه هذا هو. لاحظت سامي؟ لاحظت؟ يعني يعني ياخذ وقت. انا ياخذ وقت بس نتيجته افضل. ياخذ وقت. والله ما يطلع معي هو مش طالع معي على كل الاحوال. لحظه شوي ماكو مو واضحه هذه هي. اوكي يعني يطلع هنا ايه. هو في حركه ايه. يعني لاحظ على السريع يقضى الشط شايف من هنا ايه. هذا الموشن بلير وسريع يعني كمان يعني ما 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 بيطول. شوف 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 هذا هل نقدر نستعمله انت الحين؟ الحين الحين انا ما فهمت الحين هذا الفلتر راح يعطي بس على المكان اللي فيه حركه يعني مثلا اي مكان فيه اي مكان فيه حركه حيقرا. هذا هل يعني معناته نستغني عن الباسز مال الموشن بلور اللي بال 3D؟ طبعا لانه بيزيد عليك. لا سامي لحظه، اذا شغلت الموشن بلور في الـ في الـ في الرندر راح تموت وانت تستنى يعني راح يطول كثير. انت من الطبيعي تستخدمه في باسز سريع، في باسز جدا سريع يطلع لك درجات اللون من الاحمر الى الاصفر فهني تستعملها انت. الحلو في الباسز انك انت مثلا تبي المشهد الموشن بلور بس على تاير السياره مثلا بس ما تبي على فتقدر تطلع باسز. لا مو هذا كمان هون تقدر تعمل نفس الشيء يعني اذا كنت مقسم لايرات تقدر تحط الافكت هذا باللايرات ما بتفرق يعني. هي ايه صح. لا بس اذا بنتكلم عن مشهد كبير وانيميشن وكذي يعني راح يفرق شويه. بس انا كان سؤالي حق سامي في فلتر حق الباسز هذا حق الموشن بلر يعني عندي باسز انا مثلا بالارنولد او بالمنتل راي في موشن فيكتر في باسز بالنت الري اسمه موشن فيكتر تحطه راح يطلع لك لون من احمر الى الاصفر تدرجات جريد. فهذا في له في الفتر شغله سمارت شغله اسمه ما ادري شنو هو. ما في فلتر يعني خاص فيه هو. انت تقدر تحمل فلتر من النت لكن في الافتر افكت ما في فلتر خاص بالباسز نفسه يعني. اي لا مو يعني ممكن تستعمل هذا. انا اذكر لا هذا ما اقدر استعمله. هذا البكسل اللي تو استعمله ما اقدر استعمله لان هذا على الصوره على الار جي بي.
انا ابي فلتر، انا اذكر المونتير كان عندي كان يشتغل عليه بس ناسي، بس اذكر اسمه سمارت سمثينج كذي سمارت الفلتر. انت عم تحكي عن البلاجنز اتوقع موجود عندي لحظه شيء على ما اظن اسم اول حرف اول حرفين ار اس. لا لا عرفت عرفت اللي بتحكي عنه انت ار اس مضبوط. ار اس ايش هو اسم الشركه ناسي والله. لا لا بس عرفته بس عرفته منو. يعني انا بالنسبه لي يعني شوف احكي لك تقدر تخفف منه وتزيد منه زي ما بدك، تقدر تحطه على لايرات يعني شوف انا هون عملت بري كومبوز حطيته عليه بدي اياه يتحرك حسب يعني انت بتصفي الخيارات عندك يا صديقي. لا هو هذا الحين حق شغلك انت اوكي ينفع تمام اوكي اقدر اسوي لايرات انا واخلي مثلا بس السيف يطلع موشن بلور اقدر طبعا. اي بس انا مو قصدي كذي، انا عندي مثلا خلينا نقول فيلم قاعد نسوي احنا يعني نبي مروحه ورا مروحه طاحونه مثلا ورا هي بس الوحيده اللي نحطها موشن بلور عرفت. ف يفرق يفرق هذا فهذه انت تعطي شو احكي لك بالحاله هذه بالحاله هاي بتروح على الاليمنت وبتروح على نظام شايف الجروب شايف هون الجروب ابو نواف اي اي اذا دخلت هنا اذا دخلت على السيت اب راح تلاقي في عندك هون جروب هيهم واحد اثنين الى ما لا نهايه تقدر تحط كل موديل في جروب. انا فاهم عليك فاهم عليك بس انا بحالتنا ما يصلح ما يصلح نستعمل ال شو اسمه الاليمنت 3 دي حق هالسوالف هذه تمام كذي شغله تدخلها لقطات موشن اوكي، انما اذا عندك انت مثلا خلينا نقول فيلم كامل ما ينفع اي يعني خلينا نقول 30 ثانيه او 45 ثانيه عرفت ف ومشهد في 3D في زرع مثلا وفي بيوت وفي ناس تمشي ما تقدر تسوي بالالمنت يعني عرفت. فعندك هو انا زي ما حكيت لك انا في الفكره بس انه الشباب يعني في بعض الاحيان اذا كان عندها مثلا شط بدها تشتغل عليه وكانت العقبه رندر فهذا حل. لا هذا ممتاز هذا ممتاز حق شغل يعني هذا حل اي اي وايد حلو طلع لك صوره فعلا ممتازه حق موشن جراف حق لقطه سينماتيك يعني بالعكس ممتاز. انا اقول لك سويت شغل كثير بالالمنت 3 دي ان شاء الله بس عندي يعني الموظف يخلص لي كم يعني نوصل له وراح اعرضهم هني ونتناقش فيهم ان شاء الله. مو مشكله بالنواف ان شاء الله ان شاء الله اليوم يعني ان شاء الله اليوم ان نكون استفدنا وما كنا استعملت نورماليتي في يعني الحين مثلا خلينا نقول اذا حط اي بس انت هني عندك الاليمنت 3 دي اذا حطيت لايت وديته ورا يبين لك 3 دي الاوبجكت صح؟ نعم طبعا اي لان اوريدي هو اصلا 3 دي يعني بس لا لا شوف زمان اول ما بلشوا يشتغلوا كانوا يشتغلوا على نظام البارتيكل طوروا عليه صار يقرا فيسز وفيرتكس ايوه عرفت كان زمان فكان متعب يعني انا ليش تركته كان كثير متعب تلف من هون مش مبين تلف من هون مش مبين ولكن حاليا ما في شيء يعني ما في شيء اي نعم اي موجود في عالم 3 دي اللي موجود عندهم يعني ايوه فالصورة عندك ابو ايش بتكون انا جاهز حبيبي ايوه صح هذا قصدي انا حلو حلو غير اللون ايوه بس انتوا عارفين انا حاسس ان مش يعني حاسس يعني شايف ان فيها لفه طويله الالمنتري دي يعني فيها لعكه طويله شوف لا ما في شوف الحين اشرف اعطانا هذا اصعب شيء ترى بالالمنت 3 دي انا اشوفه هذا يعني او من اساسيات الالمنت 3 دي بس انما صدقني اذا اشتغلت انت على يعني شوف حتى مثلا بنيوك تخيل بنيوك يوم افتحوا عليه ال 3 دي شنو اعطاك؟ اعطاك مجال اوسع تشتغل عرفت؟ فهني حتى هذا الافكت هم يعني 3 دي
هم يعطوك فتح لك مجالات كثيره، يعني مثل فتح مخك حق شغلات اكثر. فهذا وظيفه العلم انت 3D ما تقدر. طيب الالمنت 3D هل يقدر انه يعدل على الفرتكت حق المسلم، او انه يقدر يعدل على الوبي حق المسلم، يعني اي شيء فيه؟ لا ما يقدر. لا هو يزيد لك اسمه، هو بس يزيد لك السموث. يعني شرحت انا قبل شوي كيف تزيد السموث، كيف تضبط الموديل تبعك الحين. يعني بس اذا بتقارن انت سامي بالنيوك، النيوك له مجاله غير، يعني النيوك له يعني مميزاته غير، يعني اكيد. بس انا ما جربت النيوك بال 3 دي، ما جربته بصراحه. يعني هل ممكن بالنيوك نسوي نغير يجي مع خاماته مثلا؟ يعني مثلا بكل سهولة. ايه ممكن. ها انا شفت يا سامي، شفت اشياء للنيوك بس ما دخلت، يعني ما تعمقت كثير، بس عرفت انك بتطلع بي اكس. انت يا اشرف لو انت ما دام تخصصك كومبوزيتنج، المفروض انه يعني شغلك على النيوك، انه على افتر افكت انت عارف ان الطبقات، وانه يعني وحلو فيه النيوك يفتحوا معاه استديو، يفتحوا معاه في لينك، يفتحوا لينكات مع بعض يعني لا ومش بس هيك، كمان هلا صار في فيري لغندر على النيوك. في فيري؟ ها في فيري على نيوك حاليا. يلعن عرضهم. النيوك ايش يعملوا؟ ايش تقول؟ لا لا سبيت لا لا عالم كبير، عالم كبير ما بنتهي، بدك تركض. اغلب برامج نيويورك المشكله غالي. هو يجي في ريندر يعني مجانا. ها يجي في ريندر مان فري والله. يعني يبيلني والله. أنا المشكلة خايف أدش عليه. يعرف المشكلة وين أبو نواف وسامي؟ المشكلة إنه أنت تيجي تتفرج على الناس اللي بتشتغل. يعني مثلاً في عندك ديجيتال توترز، أفضل كومبوزيتنج طلع من الأفتر إفكت. حق الشخص اللي يمشي على القمر، بعرفش إذا شفتوا هذا التوتوريال. لا ما شفت انا هذا التوتوريال. هذا العمل الكومبوزيتنج تبعه على الافتر افكت، هو لغايه الاول الريت الاول في الكومبوزيتنج في البلوروسايت. فانت بتلتخم، يعني انت ما بتعرف يعني بالنهايه انت وين شايف نفسك، وين بتشوف تكون مرتاح. يعني كمان عالم الكومبوزيتنج مش سهل، يعني مو سهل برضه، بده جلد. يعني كمان شيء كمان يعني اضف يعني لكلامك شغله، انه في اذا تبي تستعمل الكومبوزيتنج في الافتر افكت بتحتاج بلاجنز كثيره تساعدك، مثل الالمنتري وغيره وغيره. بس في نيوك ما راح تحتاج اي بلوجنز ابدا. بس اذا بتشتغل موشن جرافيك في الافتر افكت ما في داعي للبلوجنز، كل شيء متوفر في الافتر افكت. اكيد يعني شوف ابو نواف، شوف سامي ابو نواف طلع ما احلى يا جماعه. يعني انا بس ما عملت شيء، انا بس يعني بتيجي بتحرك اللي عن اقصى الريل تايم ما احلى يا زلمه، بس ما فيش شيء مع موشن بلير مع لايت مع يعني انا بشوفه حل. شوف لو بتقارن الريل تايم في الافتر افكت مع نيوك بيفوز نيوك على طول. اكيد نيوك اقوى. انا معك ولازم نعمل هيك ميتنج كمان على نيوك شباب، ندخل يعني نعمل كل شيء، كل الخيارات تكون عند الشباب. انا شوف انا سويت مشهد بسيط بالالمنت 3 دي، يعني كيوب حاط فيه فيديو مخليه مسوي شويه يمين يسار، وحاط كلام بالعربي كذي ومدخلهم يعني. فبجربها بالنيوك. خليني انا افعل النيوك ونجربها نشوف، لان بالالمنت 3 دي انا عادي اسويها بسرعه وتصير معي زي، بس ابي نجربها بالنيوك. هذا شغل موشن جرافيك يا افتر افكت؟ اي شغل موشن جرافيكس. اي ما بيفيدك النيوك، يعني ما في قوه للحركات، يعني مو قوي زي الافتر افكت فيها هذا الشغله.
صحيح صحيح صحيح. انا اظن صوت الاصوات الثانيه يعني موشن جراف هذا اللي قاعد اقول انا عنه ما سويته داخل هذا، سويته كله داخل الاليمنت، ما سويته داخل يعني مو افتر افكت يعني، يعني من البلاك هذا مال يعني كله داخل الاليمنت 3 دي. مو مشكله. جربت مره سين اشتغلته رندرته على الفيرا ورندرته على الاليمنت 3 دي. والله يا شباب والله ما يعني اذا تعبت على الاليمنت 3 دي شوي في اللايت وكذا مو ذاك الفرق، مو ذاك الفرق والله. لو تتعب عليه صح مظبوط مظبوط تفصله مظبوط مو ذاك الفرق. ايه صح صح. وهذا اللي عجبني انا بالاليمنت يعني حلوله سريعه، حلول سريعه. نعم نعم. يلا خوش ممتاز. اذا نشوف تجربتنا الجايه ان شاء الله على نيوك ونشوف شنو ممكن نوصل فيه، لان للحين يعني الشانلز موضوع الشانلز ما شانلز يعني في مشكله عندي مع الـ مع الـ 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 يعني بالافتر افكت ادل وين المود وين البلندز اللي اسويهم. هو شوف الافتر افكت ما فيه يعني تشانلز قنوات يعني متعمد، يعني كل شيء يعني معمول من البرمجه حق الافتر افكت انه يعني ما يدخلك لهذا العالم، وبالتالي بيصير فيه يعني بيود ما بتقدر يعني تتحكم به بشكل قوي. لكن في نيوك لازم تفهم موضوع التشانل. هي صح يعني اصعب حاجه في نيوك، انا عارف هي اصعب شيء في نيوك، لكن اذا فهمتها خلاص ما راح تواجه اي مشكله فيك وراح تطلع عمل جبار. اي بجربها 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 نشوف. يلا هذا باقي معطيني انذار باقي دقيقه ونص. اوكي ماشي. اذا نلقاكم غدا ان شاء الله على خير. ومشكور يا اشرف جزاك الله خير. تسلم. ونشوفكم بكره ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه.